سنة بعد أخرى يتجدد الاحتفاء بالمرأة المغربية في يوم الاحتفال العالمي بالمرأة، ليتجدد معه تقييم المنجزات التي راكمتها في مجال النهوض بأوضاعها ورصد المكتسبات. فمن خلال الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انطلقت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إيلاء المرأة المغربية مكانتها المتميزة داخل المجتمع، تؤكد كل المؤشرات أنها استطاعت أن تخطو خطوات مهمة في اتجاه تحسين أوضاعها والتمتع بجملة من الحقوق. وهنا لابد من التأكيد على مبادرة ملكية أساسية متمثلة في تعديل مدونة الأحوال الشخصية وصدور مدونة الأسرة، مدونة ضمنت مجموعة من الحقوق لفائدة المرأة، حيث تم تعديل ومراجعة مجموعة من المقتضيات لصالحها. ينضاف إلى هذا مدونة الشغل وقانون الحالة المدنية. أيضا خص المغرب المرأة بيوم وطني للاحتفاء بها، وخط خيارا استراتيجيا لإعادة تموقعها في صلب نظام الحكامة الجيدة، وغيرها من المكتسبات التي توجت بالوثيقة الدستورية. لابد من التأكيد على أن أهم مكتسب تم تحقيقه في ظل عهد الملك محمد السادس لحد الآن هو دستور 2011 الذي يعتبر صكا حقيقيا للحقوق والحريات، وهذا الدستور كله يمكن اعتباره بمثابة يعني دستور للحقوق والحريات في سائر المجالات بما فيها ما يتعلق بالحقوق الإنسانية للمرأة. فأول لابد من تذكير بأن تصدير الدستور والذي هو جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية أصبح يتضمن نص على التزام المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، التأكيد على حماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأيضا التأكيد على منع كل أشكال التمييز بما فيه التمييز المبني على أساس الجنس والذي قد يؤدي إلى خلل في التمتع بالحقوق بين النساء والرجال. كاين ثلاثة ديال التوجهات وثلاثة ديال المحاور بالنسبة الارتباط الرؤية الملكية بالنسبة للمرأة على مستوى التشريع، مستوى التمكين السياسي، الأهلية العلمية. يعني أرقام اللي هي كتحكي بنفسها، انتقلنا من التمثيلية النسائية مثلا في 2002 من نسبة ديال 0.5% إلى 12% ثم إلى 27%. هناك إشارات قوية أخرى بالنسبة للولوج المرأة المغربية، التدبير المحلي والمجالي. العناية الملكية بالمرأة مكنت أيضا من جعلها في صلب المشاريع التنموية من خلال توجيه كافة أشكال الدعم للنساء وتمكينهن اقتصاديا، مبادرة كان لها الوقع الاجتماعي الكبير باعتبارها مكنت المرأة من وسائل وآلية الاندماج السوسيو-اقتصادي والمشاركة الفاعلة في التنمية. وبالموازاة مع كل هذا وانطلاقا مما حققته المرأة بفضل المبادرات الملكية وتأطير المؤسسات والانخراط في المعاهدات الدولية، يبقى سؤال تفعيل وتنزيل القوانين لترجمة المزيد من التحديات إلى مكتسبات أمرا قائما. وهذا ما يتطلب بطبيعة الحال من الحكومة والبرلمان ضرورة التسريع بإصدار مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالحقوق والحريات بشكل عام، وخصوصا ذات العلاقة بحقوق المرأة بما فيها مثلا القانون المتعلق بهيئة المناصفة، القانون المتعلق بعاملات المنازل، والقانون المتعلق بمنع التحرش إلى غير ذلك. ما حققته المرأة المغربية وما تراهن من أجله إذن يترجم بشكل ملموس نتائج الخيار الاستراتيجي المتمثل في وضع المرأة في قلب الرهانات التنموية وجعلها فاعلا أساسيا ومباشرا في التشريع والتخطيط والتنمية لمغرب الغد.